حياكم الله هل بدات تداعيات الحجر المنزلي وحظر التجوال تنعكس سلبا على العائلات في العراق من وراء تزايد حالات العنف الاسري في هذا التوقيت بالذات وهل سيخفف رفع الحظر الجزئي من حالات العنف هذه هل سنشهد سلوكيات اشد عنفا مما مرنا به هل كان الحظر هو المحرك لسلوكيات البعض فتمخض عنها انفعالا عنيفا طالت الابناء والزوجات، هل يعقل ان تكون الصوره هذه دلاله على واقع نفسي يؤشر علنا صوب مواطن الخلل في المجتمع ام انه اضطراب سلوكي تراكمي بسبب مده الحجر التي لم يالفها العراقي من قبل. تساؤلات عديده اطرحها في حديثي هذه الليله من برنامج حديث بغداد. اللي هي بعنوان حظر التجوال والعنف الاسري لكن بعد ما نشوف تقرير محل الانصاري وارجع لكم أكثر من 30% هي نسبة الزيادة الحاصلة في معدلات العنف الأسري المسجلة لدى وزارة الداخلية في الشهر الجاري مقارنة بالشهر المنصرم. استشراء هذه الظاهرة تزامن مع فرض حظر التجوال الصحي في البلاد بعد أزمة وباء كورونا وما رافقها من تداعيات. الحل أوجزته لنا رئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات في تصريح خصت به أم بي سي عراق. الحل هو في القانون اي حق تريد ان تنظمه ينظم بقانون موضوع الحد من العنف الاسري لا يمكن علاجه بكثير من الاليات اهم اليه ان يكون هناك قانون رادع أن يكون هنا قانون لمحاسبة من تسول له نفسه أن يعاقب المرأة أو يعنف المرأة أرجع وأقول سواء كانت زوج أو أخت أو أم أو بنت القضية الأخرى هي قضية وعي اجتماعي وقضية قضايا توعية مجتمعية وقضايا يدخل بها رجال الدين يدخل بها المجتمع تدخل بها المثقفين النخبة اللي هي التوعية باتجاه احترام المرأة وحقوقها منظمات حقوقيه وانسانيه اكدت بان الحوادث ازدادت في الفتره الاخيره في ظل الظرف الحالي الذي يمر به العراق وانهم يسجلون بشكل يومي جرائم عنف اسري بمختلف انواعها، رغم ان اغلب تلك الحوادث لا تسجل بشكل رسمي لدى السلطات والمنظمات المعنيه. وهي مو حاله طبيعيه وحاله تحتاج الى اجراء سريع، والاجراء السريع هو كيفيه حمايه هؤلاء الضحايا. كيفيه حمايتهم وكيفيه ايضا وجود تشريع تشريع محدد ينطيهم الثقه بالتوجه للقضاء التوجه لمراكز الشرطه التوجه للاستعانه بوسائل العداله وهذه مساله لحد الان من الصعب يعني كثير من الحالات اللي تجينا تخشى من العشيره تخشى من الاهل ايضا بينما يقول مراقبون بان تشريع قانون العنف الاسري المعطل منذ 17 عاما وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصه في الشرطه المجتمعيه ومنظمات المجتمع المدني المختصه هو السبيل للحد من هذه الظاهره التي باتت تمثل خطرا يداهم المجتمع العراقي في السنوات الاخيره من بغداد محي الانصاري ام بي سي عراق